السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضعنا في مجال القانون، وغنعرض في الحصة ديالنا موضوع عنوان داك السائق اللي كيهرب ملي كيدير واحد الحادثة ديال السير، يعني بمعنى غنتكلمو على فرار عقب حادثة سير، الفرار عقب حادثة سير. فطبعا الحال مادة 167 أن كل سائق تبتات المسؤولية ديالو في حادثة سير وتسبب الغير نتيجة هذا الحادث حادثة عن غير عمد، فقد بعدم تبصيره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض كيترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما، وكيتعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 1200 درهم إلى 6000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، وكترفع العقوبة بطبيعة الحال إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية: فإذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة، ثانيا إذا كان هذا الفاعل تحت تأثير أدوية كتعطر السياقة بعد تناولها، أيضا إذا كان كيتجاوز السرعة القصوى الممنوحة بها بما يعادل أو يفوق مثلا 50 كيلومتر في الساعة، أيضا إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية، في حال ممولي للماطر كيكون عنده موطور بيرمي هو ما سايق بلا بيرمي، ولا عنده موطور كاتيجوري هو سايق كاتيجوري واحد آخر، أيضا إذا كان كيسوق مركبة خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها، يعني هو راه عنده واحد مقرر واحد عنده واحد قا بعدم دوري بيرمي وكيسوق. أيضا إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية، إذا هنا المخالفات مثلا عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض مثلا في دور التشوير بالحمر وحركة الضوء الأحمر، أو عدم احترام الوقوف الإجباري المفروضة بعلامة قيف مثلا موقف في ستوب، أو عدم احترام حق الأسبقية، أو التوقيف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني مثلا غادي من غير حضاري خصو يوقف بالليل، وعدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، أيضا إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادث أو غير مكان الحادث محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. إذا هذا هو ما كتنص المادة 167، وهي طبيعة الحال كما قلنا ملي كيكون كيد لي السائق حتى هو بشهادة طبية، فالمادة 167 ذكرناها. أما في حالة المادة 182 وهي من مدونة السير، فكيتعاقب الهارب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل سائق. المادة 182 من مدونة السير تقول أنه يعاقب الهارب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادث أو بأي وسيلة أخرى. التملص من مسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها، وكتأمر بطبيعة الحال المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة كتروح من سنة إلى سنتين، ولكن إذا كان في حالة العود ف إلى ارتكاب هذه المخالفة داخل أجل 5 سنوات، يعني ما مرش 5 سنوات على المخالفة الأولى، فابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حاج لقوة الشيء المقضي به أوتوماتيكمون من أجل أفعال مماثلة كالضعف العقوبة، كالضعف العقوبة. ويحكم على المخالف علاوة على ذلك بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. إذن إلى هذا الحد كنكون وصلنا لختام العرض، بعد ما شفنا تحديد مفهوم طبيعة ذلك السائق أو الفار عقب حادثة السير. ما بقى لي إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء والمشاركين والمتابعين وأيضا المشاركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.